السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نعلمكم طريقة زراعة روزماري. طبعا نعرف روزماري يعتبر من الأعشاب اللي يستعملونها كثير في المطاعم وفي أكلات والأطعمة. الطريقة جدا سهلة وبسيطة، ما يحتاج زراعة من البذور. إذا تأخذ لك أي غصن من روزماري تأخذ لك غصن يكون شوي يابس، ما في مشكلة، وتشيل الزوائد تشيل الأوراق اللي في الأسفل الريحة جدا طيبة، ريحة روزماري طيب جدا. وتأخذ لك بودرة الهرمون روتينج باودر إذا عندك يكون أحسن، تضربها في البودر وتمرزها في كوب عادي اللصيص. الثاني كذلك، وتتركها لمدة أسبوع إلى أسبوعين في محمية بلاستيكية أو تغطي بقطعة من البلاستيك. تسقي، السقاء يكون تقريبا يوميا. هذه هي الطريقة، طريقة زراعة روزماري. شكرا لكم على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.